اوكي انا بس اختصار للوقت بتكلم في جانب واحد يمكن يمكن الأزمة الاقتصادية اليوم يعني تشكل التحدي الأكبر بالنسبة حق الشباب في مسألة يعني تحديات سوق العمل من بطالة وتدين الأجور وظروف وشروط عمل سيئة في الوقت اللي اليوم يعني سنة 2015 تم صار زيادة في جلب العمالة الوافدة نسبة ما يقارب 7.7%، وهي يعني في البلد اللي شكل فيه اكثر من 77% من 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 سوق العمل هم من الاجانب، يعني اغلبهم يمكن يتم توظيفهم براتب متدنيه وظروف شروط عمل سيئه، ولكن من جانب اخر في عماله اجنبيه مكلفه، مو بس العمال يعني مو حابه استعمل المصطلح الرخيصه، لكن العمال الرخيصه على راس المال. في الوقت اللي فيه كثير من الشباب الكوادر اللي يقدرون يشغلون هالمناصب يعني واللي يترتب عليه في البلد ان كثير من الاموال اللي تنصرف في هذا البلد من رواتب وغيرها يتم تحويلها خارج البحرين، وهذا الموضوع اللي ضرب اقتصادنا وايد يعني. يعني غير من الامور الفساد في سوق العمل في كثير من الشركات تقوم توظيف الشباب البحريني مجرد الحصول على تاشيرات لجلب شباب بحريني ولا يتم اعطائهم مسؤوليات ولا يتطورون في العمل، وتتم المناصب العليا والاداره في الشركات للاجانب. يعني من ضمن القوانين المفترض تكون موجوده في البلد انه ما يتم جلب اي عامل من خارج البحرين الا لما يكون في ما بيكون عامل او شاب بحريني كفو حق هذه الوظيفه، ولا ليش احنا نجيب واحد من برا اذا كان في عندنا شخص كفو، فيصير مراقبه على هذه الشغله. طبعا يعني اعتقد عدد من الجمعيات والكوادر الموجوده هني وبرا هني قالت كلام وايد وقدمت عديد من المشاريع سواء في اصلاحات سوق العمل او في كثير من قضايا البلد، والمفروض ان هذا الكلام يتناقش في برلمان كامل الصلاحيات يقدر ياخذ قرارات يعدل في الوضع، يكونون هالكوادر في مناصب قياديه في البلد سواء في وزارات وغيرها ان يقدرون يغيرون من سياسات البلد ويعني وياخذوننا حق بر الامان، وهو اللي يترتب عليه يعني اللي اليوم ممكن بعد نطرح تساؤل ثاني وايد مهم ان احنا يمكن كثير من الكوادر تعرف شنو مطلوب في هذه الفتره، نعرف شنو مطلوب من الدوله تسويه. فالسؤال يقول شنو المعارضه المفروض تسويه على اساس ان احنا بعد نقدر نضغط بشكل اكبر، شنو الاسباب الجديده اللي ممكن المعارضه تستعملها على اساس ان احنا نقدر نضغط للوصول حق هذه النتائج. شكرا.